أعزائي المشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم ديوان الصحافة والذي من خلاله نقرأ معكم أبرز عناوين الصحف الصادرة ليوم الأربعاء، تصدرت صحفنا يوم الأربعاء إلى ما تفضل به صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بالاستماع إلى النواب وقد استمع إلى فريقين من النواب تقريبا وصل عددهم 35 نائب كان هنالك 20 مقابل 15 نائب كل نائب ادلى بدلوه او 19 نائب ان يعني يجتمعوا مع الامير ادلى بدلوه ويعني دار حديث ابوي كان واضحا على جميع صحفنا ما تفضل به امير البلاد بالاستماع الى النواب وكذلك النواب الاخرين وهم تقريبا 15 نائب كذلك استمع لهم الامير برحب السعة وهو أب للجميع وهذه انعكست على صحفنا وكانت الصحف اليوم بارزة لما تفضل به صاحب السمو من توجيهات سامية عبر النطق السامي الذي كان في بداية افتتاح دور العقاد الرابع وكان واضحا وهو ما ركز عليه سمو أمير البلاد وهو ما قاله النواب بأن ما تفضل به سمو أمير البلاد من نطق سامي كان هو خطة طريق وتوجيهات أبوية لابنائه واخوانه هذا ما تفضل به يعني البلاد وانعكست على اغلب صحفنا اليوم تقريبا كان هنالك زياره تشارلز كذلك للبلاد وكان هنالك يمكن بعض جولاته اليوم كذلك انعكست على صحفنا كذلك كان هنالك بعض الاخبار المهمه التي اختلفت من صحيفه الى صحيفه ويعني يعني بدات الصحف يعني تقل عما سواها سواء على مستوى الكوادر او على مستوى الاضرابات العماليه بناء على عطله الحج واصبح ان عطله الحج كانت يمكن نوعا ما ستؤثر على اخبار وسيكون يعني قله وسيكون هنالك يعني سفر لبعض النواب او بعض السياسيين او العطله التي تقل فيها وتيره الاخبار. في البدايه ننتقل معكم الى جريده الشاهد وكما ترون خلفي جريده الشاهد اليوميه ذكرت عناوين مختلفه ومن العناوين ما تفضل به معصوم مبارك ومعصوم مبارك يمكن ذكرت يعني بأن نواب تشرفوا بلقاء الأمير إيمانا راسخا من نطق السامي هذا ما قالته النائبة و19 نائبا شاركوا سموه القلق بسبب انحدار مستوى لغة الحوار وهنا يمكن عنوان آخر المعارضة أكدنا لأمير التزامنا الكامل بالثوابت الدستورية شرحنا لسموه أوضاع البلاد من مختلف الجوانب هذه يمكن العنوانين الرئيسيين يمكن ذكرته جريدة الشاهد اليوم الأربعاء في العناوين الجانبية كذلك ذكرت جريدة الشاهد ما قاله النواب وما تفضلوا به النائب العمير يقول مطمئنون لحكمة سمو أمير البلاد والمسلم متعنتا لن ألبس البشت المطير تلقينا توجيهات حكيمة من سمو أمير البلاد هاي في سبع نواب تحدثوا إلى سموه والطبطبائي لا حل إلا برحيل مجلس الفساد والقبيضة التجار يثورون ازمه جديده بين بورسلي ومفوضيه هيئه المال هشام العتيبي مرشحا بدلا عن الفلاح والوزاره ترفض الوزير الوزيرة اعد ست اسماء لتعيينهم اعضاء الهيئه تطالب تصفية الشركات المتلاعبه في ميزانياتها عشرة منها تواجه قضايا عديده وقد لا تكون او قد لا تكمل مسيرتها إحالة مطالب القانونيين إلى لجنة مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها المعارضة تمنع برمية من السجال المبارك حتى لا يتعرض للفشل كما حدث في السابق أرب المئة عشر رحلة إضافية لنقل أفواج الحجيج منها ستة طائرة كويتية انتشار جث جثة من تحت أنقاض مسجد في الواحة بعد تهدم المبنى فوق ثمان عمال هذا يمكن ابرز ما طرقت له جريده الشاهد يمكن جريده الشاهد يعني ذكرت ما تفضل به سمو من البلاد وما وهي ردود افعال النواب من الطرفين وكانت يعني ذكرت جميع الجوانب و يعني ذكرت ان هذه او ما قام به سمو من البلاد من احتواء بحكمته عباره عن ما قاله عن طريق النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الرابع. ننتقل معكم الى جريده الانباء وكما ترون خلف جريده الانباء صاحب السمو التقى مجموعتين نيابيتين امس. المعارضين والمؤيدون اكدوا لسموه حرصه على استمرار الحياه الديمقراطيه. في خبر اخر المليفي يقول في جريده الانباء عن صرف الكادر صرف كادر المعلمين بضوابط البونص ب 300 مليون. لشمول الجميع ومضاعفه مبالغ المعلمين وموجهين ومدري المدارس. فريق فني لرصد مشكلات المواطنين في الجديد اللجنة الوزارية تهدف للوصول إلى تثمين مستحق وعادل لتطوير المنطقة العمل الوطني يطالب بحكومة جديدة وبرئيس ونهج جديد المطير استجواب جديد لرئيس الوزراء يضع الجميع أمام مسؤولياتهم الشؤون التحويل التجارية الصادرة قبل أول سبتمبر إلى إقامة هذا ابرز ما طرقت له جريده الانباء يمكن جريده الانباء وجريده كذلك الراي لم يكونوا بعيدين على على حسب العنوان وكان العنوان يمكن نوعا ما ما قام به سمو امير البلاد من احتوائه لابنائه واخوانه النواب واستماعه له لهم اليوم عنوان جريده الراي يقول سموه استقبل 35 نائبا واكد مجلس الامه سيكمل مدته وان الحكومه باقيه والاولويه لامن الكويت واستقرارها هذا يمكن عنوان جريده الراي صباح الحكمه والحزم في العناوين الجانبيه كذلك ذكرت جريده الراي حول هذه القضيه وكان هنالك ردود افعال للنواب السعدون او رد ردا على المطير عن الربيع العربي ما في احد دايم الا وجه الله. هذا ابرز ما تطرقت له جريده الراي. في العناوين كذلك ذكرت جريده النهار وجريده النهار لم تكن بعيده كل البعد عن ما ذكرته جريده الراي وجريده الراي يمكن كما ترون في عنوان جريده النهار سموه التقى نواب المعارضه ويعني كان العنوان يمكن قريب جدا من جريده الراي النواب او سموه التقى نواب المعارضه والموالاه واستمع لوجهات نظرهم حيال ما يجري في الساحه السياسيه. كتله المعارضه تجتمع 14 الحالي لتدارس الخيار والبدلات ونواب الاغلبيه ضرورية التعاون بين السلطتين والتركيز على التنمية والاستقرار بعيدا عن التصعيد في طلب اجتماع عن مشتركة التعليمية والمالية لبحث كادر لبحث كادر المعلمين ضبط أربع مواطنين بتهمة التعدي على الذات الأميرية عن طريق التغريد والنت هذا ابرز ما تطرقت له جريده على جريده النهار وجريده النهار يمكن عنوانها كان قريب جدا من الانباء والراي وذكر كذلك ما ذكرته جريده الشاهد عن يعني بعض النواب وكيفيه ردود افعالهم بان النطق السامي حفظه الله في, في افتتاح دور العقاد الرابح هو الخطه الذي يمكن يتعاون فيها والذي يجب ان يتعاون فيها سلطتين لانتشال البلاد ومما هو فيه وتطويره وازدهاره ننتقل معكم الى جريده عالم اليوم جريده عالم اليوم تقول في عنوانها الرئيسي سموه التقى وفدين برلمانيين الاول يمثل كتله المعارضه والثاني من مؤيديه للحكومه المعارضة هناك حالة من الغضب الشعبي على أداء الحكومة والوطني يطالب بحكومة جديدة برئيس ونهج جديدين رئيس الوزراء استنفذ كل الفرص الإصلاحية والتنموية والكويت بحاجة لإخراج من الشلل السياسي خيارا لمواجهة القضية الإداءات المليونية لا رجعة عنه ويجب كشف المتورطين الراشي والمرتشي المليفي يطلب عقد اجتماع اللجنة المالية والبيسان تسر تسريبي لبعض الأوراق من الخارجية إشاعة مغرضة هذا أبرز ما طرقت له جريدة عالم اليوم ونجد يمكن أعزائي المشاهدين كما تلاحظون وكما ترون بين العناوين أصبحت قريبة ومتشابهة مع بعضها البعض يعني في التقاء او ما قام به سمو امير البلاد اليوم نجد ان دائما العناوين الرئيسيه يعني ما قام به سمو امير البلاد من احتوائه واستماعه للنواب اليوم اصبحت يعني في صدر صفحاتنا الاولى وكانت يمكن قريبه العناوين مع بعضها البعض. ننتقل معكم الى جريده المستقبل. جريده المستقبل ركزت على بيان كتله العمل الوطني ويعني ذكرت في عناوينها بيان كتله المعارضه وكذلك كتلة الموالاه لم تتفق على بيان موحد. متنفذون يمنعون البلديه من اخلاء مناطق الانشطه المخالفه. جلسه الميمون انتهت بخروج المحامين من مصاعد القضاء. هذا يمكن جريده المستقبل وهي يمكن اخر صحفنا في العناوين. اعزائي المشاهدين يمكن البعض ذكر عناوين متعدده اليوم يعني حتى النواب الذين يمكن او, أو خبر النواب الذين التقوا سمو امير البلاد لم تكن متواجده في صحيفه المستقبل لكن بشكل عام كانت يعني الالتقاء سمو امير البلاد حفظه الله مع ابنائه واخوانه النواب كان واضحا في صدر صفحات صحفنا ليوم الاربعاء اعزائي المشاهدين سنناقش هذه العناوين وما بين السطور ولكن بعد الفاصل <متحدث> أعزائي المشاهدين عدنا إليكم من جديد يرافقني في هذه الحلقة الكاتب الصحفي عادل الرقاص راح فيك منور الله يسلمك انا شاك لك استضافه يا اخوي محمد ابو نواف يمكن اغرب الصحف كانت يمكن ركزت على ما تفضل به سمو البلاد من الاستماع الى 35 نائبا واعطائهم توجيهاته الحكيمه وكعادته يعني مثل هذه القضايا الا تعتقد بان الازمات يعني كان من الاولى ان تكون هنالك يعني اقل حده مما وصلوا عليه النواب في هذه الفتره؟ بداية يعني صراحة يعني اشكر سمو الامير على يعني رحابة صدره واتساع صدره لهموم النواب وهواجس النواب اللي يعني عندما يعني يسرون في تلك الهموم الى سمو الامير هموم المواطنين سمو الامير عبر عده مرات عن ارائه وفي حتى في افتتاح دور النطق نعم ان انه هو يحس في في الاب و. وهموم الشعب هموم الشعب ومواطنين نعم. طبعا هذا اللقاء كان يعتبر لقاء ممتاز ولقاء جيد من سمو الامير نقابل الطرفين النواب وهذا مؤشر جيد ورساله سمو الامير صراحة ممتازة في هذا الجانب، طيب. نؤكد على أن سمو الأمير يعني حريص على على الدستور وحريص على روح الديمقراطيه وحريص على سياده زين ابو نرجع الى قضيه معينه وهي قضيه المعارضه يقولون القضيه يعني ما زالت مطروحه، المعارضه يقولون اكدنا اكدنا لامير البلاد التزامنا الكامل بالثوابت الدستوريه، عندما يلتزمون بهذه الثوابت الدستوريه، كيف تجد بان هنالك اختراق لبعض القضايا الدستوريه يعني مثل ما حدث امام ديوان محمد بن المطير عندما يوقع النواب، نواب هذه الامه الى كتاب ما يسمى بعدم تعاون مع رئيس الوزراء علما بانه لا يوجد هنالك استجواب. نعم في يعني هنالك مفارقه في هذا القضيه، نعم والقضيه خطيره جدا يعني عندما يتحدثون في جانب ويترك جانب اخر. يعني انا صراحه انا احمل النواب الموقعين على الوثيقه هذه، الوثيقه هذه شخبط شخابيط يعني هذه الورقه يعني هذا شخبط شخابيط مسمينها أيه يعني على المواقع تويتر. نعم ما يجوز يعني من الناحيه الدستوريه يعني انك اسمها شخص متخلف وجوده وجود عدم نفس الشيء اي يعني نعم لا هذا شيء خارج العمل البرلماني هم النواب اغلب والعرف كذلك والعرف والدستور وهم النواب